السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم غادي نتكلموا عن المدافع عيسى ماندي وين يعاني قبل مباراة الكاميرون، رغم أن لعب مباراة وعرفنا بلي ديك المباراة بسبب عقوبة المدافع تاع فياريال. حنا الحاجة اللي نتمناوها يزيد يدي كي يلعب غير دو بارتي مليح بزاف. خاص كان اللي قال لك لا المستوى تاعو ما بانش بلي مأثر عليه كرسي الاحتياطي، أثر يأثر. راكم غالطين يا جماعة. اش عندنا كونت كوتيفوار، اش عندنا كونت غينيا، يأثر يأثر. راكم غالطين. يأثر اللي يلعب كرة القدم يعرف بلي الكرسي أثر على مولاه. يأثر بزاف. وحنايا قبل لا نبدا سمحوا لي غادي نقول لكم تحيه الروس تحيه بوتين، تحيه الروس تحيه بوتين، تحيه الحرب ثم الحرب. هذه دعوه فلسطينيين يتخلص، هذه دعوه الفلسطينيين. يبقى فيها الروس وبوبرنوس زوج برك، هذا مكان حرب ولا تكون الحرب ما لا نهاية لها. مون كامل كرة أرضية كونكلي واللي وداتو مو يقابلو صحيح. هذه هي وين بات اللعاب الدولي الجزائري عيسى ماندي في وضع لا يحسد عليه بسبب مشاركته المتذبذبة مع الفريق فياريال إسباني، إذ عاد مجددا إلى دكة البدلاء في ناديه فياريال بمناسبة المواجهة التي خاضها الفريق أول أمس الثلاثاء أمام نظيره جوفنتيس في الدور الثمن النهائي ذهاب من عمر المنافسة رابطة أبطال أوروبا. فبعد أن شارك المدافع الخط ضمن التشكيلة الأساسية في المباراة الأخيرة لفياريال في البطولة الإسبانية أمام نادي غرناطة يوم السبت الماضي، سرعان ما عاد إلى دكة البدلاء في لقاء الذي جمع فريقه بسيدة العجوز وانتهت بتعادل إيجابي بهدف لمثله برسم ذهاب الدور 16 من تشامبيونز ليغ. هذه كرة قدم في خطوة ليست في صالح الدولي الجزائري الذي يأمل في المشاركة في أكبر يعني قد ممكن من المباريات لاستعداد لمواجهة المقبلتين أمام الكاميرون شهر مارس المقبل برسم تصفيات مؤهلة لنهايات كأس العالم بقطر. واكتفى عيسى ماندي بالمشاركة في مقابلتين فقط في رابطة أبطال أوروبا للموسم الحالي، وفي كل حالتين دخل في أرضية الميدان بديل من السبع مواجهات خاضها فريقه فياريال إسباني. ويعاني ماندي من قلة المنافسة منذ التحاقه بهذا الأخير قادم من ريال بيتيس، الأمر الذي بدا واضح بشكل يعني مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس إفريقيا الأخيرة، حيث تراجع مستوى اللعاب كثيرا مقارنة بما كان عليه في الوقت السابق. ويعول الناخب الوطني جمال بالماضي كثيرا على خدمات عيسى ماندي في استحقاقات المقبلة، بداية من مواجهة مزدوجة ضد الكاميرون في الدور الفاصل يوم 24 و 29 مارس، وهو ما يضعه تحت الضغط خاصة في حال إذ أكمل مباراته متبقية على دكة البدلاء. لا جمع بالماضي لعبها، جمع بالماضي، جمع بالماضي الناس كانت ما عندهم، جمع بالماضي الناس ما عندهمش لا ليسونس حطهم وداهم كوب دافريكتيك. جمع بالماضي الى على جمع بالماضي رانا نخمو على جمع، جمع بالماضي لعبها لو كان والله العظيم ما يترينيش كاع يجيبها. جمع بالماضي لصق اسماوات في راسو الشيطان. جمع بالماضي لما لعب لكم يجيب لكم بنيطو، يجيب لكم بنيطو ويلعب لك سليماني شاك حاسب. جابوا بالماضي لعبهم هذا عيسى ماندي. الناس يقول لك بلي هو غادي نسمعوا بلي راه بنيطو، بصح قلت لك بنيطو طوبه بصح ما يلعبوش. الا قعد بن عمري يلعب غادي يلعب بن عمري، الا قعد بن عمري يلعب يلعب بن عمري. ما كاش من انت تشوفو جديد ولا كو يبرى يبرى عطال في هذه الايامات يجيب عطال يلعب نورمال
نورمال ما كاش كاع مشكل، ما كاش اشكال في هذا الصوالح. ولا واحد يقارع يقول لك جاي يجيب اي تنوري في طوي يدير بن 70 يدير اورو بلاصه ولا يدير. والله يجيب بالركازيات. بالماضي عيط اللعابه كانوا بالركازيات، عيط بن عمري وعيط بن 70 نهار اللي بغينا نلعبوا مع النيجر، لعبنا الي روتور لعبنا هنا وروح جاب هنا بن عمري وراخر مبليسين ومخليهم كام يبغى يروحوا النيجر. وعرب باللي بن 70 راه مريض ما ينجمش ما ينجمش، شافوا باللي ما ينجمش دا معاه بن عمري رو بلاصو وما قالوش روح. كيسموه في غولي تاليا مبليسي مشي طايق يمشي ما تريناش كاع ما داش تربص. وقبلها وقيلا كارت ماتش ما لعبهمش في ليكيب تاعو ما لعبش كارت ماتش، وجابه بالتربص قاعد ياكل ويشرب الافا داره تيتيلر. نهار سيراليون خاف منها، نهار سيراليون خاف من سيراليون، ما عندوش حلول مع دوك اللاعبين اللي جابهم ما يامنش فيهم. حنايا هذا اللاعب هذا ماندي كو كان عاطي فرصه كبيره، حنا ماندي نعرفوه بن عمري نعرفوه، لو كان عطى فرصه لطوبه يعني دمر بطوبه. طوبه قاعد يلعب دو ماتش تروا ماتش عطاه طوبة كاع طوبة نهار اللي جابها كونت بورتسوانا هنايا باش يبين له بلي نتا ما عندي ما ندير بيك. شتا دار له؟ كنا رابحين 5-0 وقيلة مع بورتسوانا لهنا في مارس باش تعقلوا لها. خرج بن عمري ودار بن 70 رده في اللاكس ودخل عبد اللاوي وما دخلش طوبة، راكم عاقلين عليها كيما التالية مي دار شتي. خرج وقيلا بلايلي ولا بالرحمه ودخل شتي اونز، دار شتي اونز قال لي يا ودي غادي ما تلعبش، قال لي انا غير جبتكم هكا تحفه 28 لعاب جبتكم وصعيك انا عندي 11 تاوعي. هذه هي ماندي ما يلعبش يا ودي الله لا كافي ليك. انا نتمنى ماندي واحد من الناس، انا ماذا بيا ماندي يكون، ماذا بيا ماندي يكون خرج على لعاب يعني اللي يقول لك ماندي يمشي لعاب يعني ما يعرفش كرة قدم، ما يعرفش كرة قدم. على هذيك انا نتمنى ماندي يكون ماندي يلعب نورمال، ماذا بينا ماندي يلعب. عاد كي يلعب ماندي ويكذب لاما تاعو ما تخافش خرج عليه ماندي. علاه نقولوا بلي ماندي نهار اللي تراجع ماندي الدفاع عندنا ولا زيرو ولا قعره ولا خرقه كبيره. نهار اللي تراجع ماندي في المستوى تاعو الديفونس كامل انكشفت خاطش ماندي كان كاتشما كان مغطي على كلش كان مبلع على كلش، ماندي كان مبلع على كلش. هذي باش يكون على بالكم جماعة، كان اللي يجي يقولك لا لا ماندي كان مبلع على كلش وهذا هذا الصح كان مغطي كلش. هيك تراجع هو كلش انكشف، ما كان لا بن عمري سخر الديفاع لا كدية الديفاع لا كانترا تاع الديفاع ولا كاع كيسموهم لي بون دخل له وفوت وخرج من ليها صحيح لا كاع كيف نقول لكم ما يجيب واحد في اللاكس يجيب ما خاطش عليه جاب بالماضي خدم على ربعه خدم على بن كان تاكل على عطال بن 70 بن ماندي وبن عمري. هذا مكان بن عمري كان ما يلعبش يا عباد الله، من بعد يقول لك لا ما تنتاقدش. نعم هذه كاينه في كره القدم. نهار اللي كنا نهضروا نقول له هذا على تعيط له الناس يقول اه ولات حرام تنتقد بن عمري، بصح كون تكفر يقول لك انت زعيم. بصح كي نقول بالماضي لا حرام ولات جريمه وطنية وخيانة عظمى كي تنتقد بالماضي عند بعض عشاق العبودية، عند بعض عشاق العبودية والطحين مساكين. هذا ما كانوا تهدر على بن عمري كان حابس كاع بن عمري. بن عمري كون كان سانتانا وشاف القائمة تاع جماعة بالماضي كيفاش يحط اللعابة كان يعتزل كرة القدم لبعض، عنده 20 عام يعتزلها سانتانا في التدريب.
ولكن خدمت مصالح مع الناس مع احبابها وصعيب هذا ماشي ليكيب ناسيونال، هذه حقيقه لازم الناس تعرفها هذه. الله.